كتاب جمع الجوامع نناد السفرثيد الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف تكتب ثقي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذقيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثما ثنسلام ربي في اللون السلام عليكم ورحمة الله المضدر صيغة الأمر تزرى أيثما ثن ذي الشرع الاختصار إلا افعل لا تفعل في النهاية هذا هو ربين في سورة الجاثية في الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها الأمر بالاتباع إما ذي للأمر أمر إما ذي للنهي خدم الخدم أتفضي القرآن الكريم إلى وند دين ربي أقيم الصلاة أمر تظلث إلى وند دين ربي سبحانه لا تقربوا كذا وكذا يعني إلا النهي إلى وين فيغ دينها يعني وأحل الله البيع وحرم الربا إما دس بصيغة الحظر بصيغة التحريم بصيغة النهي إذن في النهاية هي هذي قلان الأمر الأوامر والنواهي ولكن لن تتصل التفاصيل أما ذي الأمر أما ذي النهي ما ديني الأمر أهل ترى يفيد التكرار يا ربي سبحانه وما رغض سي الحج مثلا هل ترى المعنية سي الحج دائما نعتبر الذمة بحجة الإسلام سيوث ما دين ربي سبحانه أقيموا الصلاة كيف نفس الصيغة ولكن إقامة الصلاة ما تشوفش نتظلف وسي قرا ينظل غيون واس خمسة الظلال زين خاطئ يفيد التكرار في كل ديس النهي بعد الأمر في كل ديس الأمر بعد الحظر ذغ الأمر هل يفيد الفور نغ يفيد التراخي ما ديفك ربي الأمر معين هل ترى إلى قسم ثم نظمة وجلد أربين أقيموا الصلاة هل ترى الشرط لازم نقيم الصلاة الآن لا ولكن ثلثان تدل الآية الثانية دينان مثلا عند دين ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صافي مديكش من الوقت نظلي فيه الأمر للتنفيذ في وقت الأداء ووقت الأداء وقتان إلى ما قال الوقت الاختياري إلى ما قال الوقت الضروري يشمد وقت الطهور ذاين الذمة مشغولة بالظهر في الـ11 في الـ12 خاطر ولاش طهور ميديكش من وقت نتزلي في الطهور ذاين الذمة أصبحت مشغولة طيب هطل لازم ثم مديكش من الوقت حينيغ نعم وقي قرص وقت فضيلة الوقت نمزوارو مديكش من وقت نظليث وقت فضيلة وقت مفضل بعد ذي في ذو الوقت الاختياري الوحدة ونص الزوج ونص ثلاثة ونص وقياك ملمي الزلط كيف اسميس وقت اختياري ذا شوي فيث الوقت نام زوارو لأن وقت فضيلة ملمي قريبة ديكشم العصر ثورة نكشم ذي الوقت الضروري باش بنادم أذي الظل ذي الوقت الضروري طبعا ولا يجوز التأجيل إلى لمسوغات ولأسباب شرعية هي عشر أسباب الناحية الفقهية ما لكن ينمي لي فثيث الوقت الني ذاين يكشم ذي وقت القضاء ذي غرض القضاء صافي زمان سين الأذين انت الآيات أخرى ذن سثر أغدي في جنن أهل ترى الأمر للفور أو للتراخي نغذيرين قرائن كما سيأتي البيان ولكن الأمر في العموم إسعى تصل معاني ما كتير نشرح ثورة ما يرضى ربي مع المجلس رقم 32 نكمل شرح
جمع الجوامع للقاضي، هو قاضي القضاة تاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة. يقول المصنف: والجمهور بضم الجيم، الجمهور ماشي الجمهور ماشي بالفتحة، الجمهور حقيقة في الوجوب لغة أو شرعا أو عقلا. مذاهب معناه ديقار عند جمهور العلماء الكثرة يمسناون الناند أن الأمر هو حقيقة في الوجوب، ولكن لنت مذاهب لا لقادينا لغة الأمر يفيد الوجوب، لا لقادينا لا الوجوب نستنبطه من أمر الشريعة شرعا، لا لقادينا عقلا من استخدم اللغنغ مدياس أمر معناه للوجوب طبقيث مطبق ضارة سيد نوف هذا. ولكن نسيف كاردة قيثة حواشت إن عند جمهور العلماء الوجوب ماشي متفق عليه معنى يوكذ ذا شدنا كثورة يكونفيرمي بلي يكو تصل معاني قلنا تصل معاني قلنا إن يش مذاهب من هذه المذاهب إنك إما الوجوب وقيل في الندب يعني مندوب مستحب إلا ذا الماتوريدي وقيم هو أبو منصور الماتوريدي هو من كبار فقهاء الأحناف الحنفية الناد للقدر المشترك بينهما يعني شغل 50-50% قدر مشترك بينهما 50% وجوب 50% مندوب وقي مذهب نغرائي له وزن له اعتبار يكمل في كذا الرأي وايض وقيل مشترك فيهما أي الوجوب والندب وفي الإباحة يرناس الإباحة ثلاثة في الوجوب الندب الإباحة وقيل في الثلاثة والتهديد ثلاثة معنى الوجوب الندب الإباحة يرناس التهديد وقال عبد الجبار وقي بن أحمد معتزلي من مدرسة المعتزلة إن إرادة الامتثال ذاكي سمحتي المعتزلة دائما يحضرون من خصائص المذهب المعتزلي يحضرون دائما الجانب العقدي لذلك قال لإرادة الامتثال. طيب المسائل الإيمانية العقدية يحوج أن تتصل العمق خير والاكتمال في السنت باش تروحوا أنت للمسائل الأصولية، ولكن يكفي أن نعلم هذا عند العالم قيم قران ذا قران اسمه عبد الجبار بن أحمد وهو من مذهب المعتزلة إنك لإرادة الامتثال. خطر سمحتي من الأمور اللي غادي نلاقي في كل تصفوض حاجة أتفكض الأمر في اللاس فيك ولتفكض الأمر غصو تستفغي ظهره أكا يمي مجالان غا يتواشولين نغنغ أتفكض أن أوردر كشو تفغي ظهره شو مثل نطيد ذا غني ثني مرة طبقان فيك ولا طبقان سل إرادة إرادة الامتثال سلفغي سلحمالة فيك ولا بالسيف كونتر كور ثني الدوار دايم سنض بلا زكا القضاء زمور وفغنا لقنا زمور لاين سنيض إلا قن قضا زمور دغا وغنا كوال دانك ديال الفغي نسني الفغي نار داخل صافي فغا ديني بلي يقلها الأمر مريلي سلفغي سلفغي قلها دار ميم الطاعات ما راه نضوع ربي سلحمالة يقلها حد حينما يطيع الله بحب ذلك أكمل وأوفى ميلا تمرة سيدنا يكشم دار رمضان نظم ذاك إلى قال نظم مي وايض لا سل فرح سيتراجع رمضان سل فرح
وهذا يزوم سل فرح وهذا يطبق الأوامر سل فرح. الزكاة العشور إلى هنا ذي السفر العشور وهو مريد لذلك يمتثل بإرادته بحب يحمل مري السفر العشور إلا واضحيني الله غالب إن هذا الشيخ لقد السفر السفر شخص بداية الأمر يمخلف غالا الظاهر كيف كيف نسنى أمين السفر العشور سلفغي أمين السفر العشور بلا الفغي غرنا كيف كيف غربين ماشي كيف كيف خطر سيزرع يحصى يعلم السر وأخفى صافي الأفضل أذيلي شغل النس الحمالة وتزرع ما يثمثم قرني في اللحن يقول ما يخدم الشغل سلحمالة وريع قوير السهالة نغلا خطر يحمل أما تفلاح ثم أين يخدم يخرز نغي زز ديك نغي مير نغ قرن استقبالي ثان دا يزور ولي التبعي فوضار سلح مالا مي معقو اذي عيو ولكن باش اذي عيو اطاس اما الا يولي يخدم حاجه كونتر كور يفدا كان يعيا نغادي يخدم ديجا يعيا صح وهاف ربما تسجد السبه ثم قرانت يمي ساعة ونقول ثم قران وكذو الخدمه يا خاكا ويني فرانسك سوسوذي وسنين مدنا سيدي إلا قاد يشير وسيدي تشير وكني حلاوة فنينث إما إلا وري حملا الخذمان يتفضل تخدم ني وقول إلا هنحمل الخذمان أخ وقال أبو بكر الأبهري وقي من علماء المالكية أشدنا أمر الله تعالى للوجوب ربي ما نسيدي فكان الأمر للوجوب وأمر النبي يجي نركز مليح صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب سبحان الله شوف الأصول يونجية دقي في كذا سين أمور من عند كليون نسا سين أمور يلا دقي هذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب زار شو نفهم شو قفرن يفغادي أديني ما إلا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يوفق شو إلا في القرآن صدر أمر من النبي عليه الصلاة والسلام موافقا لأمر قرآني فهو للوجوب ولم يذكره المصنف أما إذا كان المبتدأ ذنتك فذان إنك لا يفيد الوجوب يفيد الندب بعد لقد سنت قرائن النظم ترفعه إلى مستوى الوجوب أو تداعه في مستوى الندب إذا قد سنت الأدلة النظم مولاش الأمر أساسا للندب إيه ولا مش حال الأوامر أشيني قال النبي عليه الصلاة والسلام طف أطفر غوري ساوي الكان يهمالا والمصنف لم يذكر الحالتين ذكر حالة واحدة ولكن الحالة أخرى هي قار تشيلغ في الحراشة نون تستنبطونها كما المنهج القادم ذكرنا أمثلة من هذه ذيك وشين والثالثة والراهي الأولى والثانية معنى دي قار إلى قد سنمثنت إلى قد سنمثنت هكا بعدين ظل الحمدون يظلث سيون بك تحفظ راك الحمدون صلوت تحفظ غير النظام مي الحمدون يظلث زبان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أحيانا هذا المصنف العجيب تاج الدين السبكي يعني يترك أمورا معينة لذكائنا نحن لاستنباطها أو يفترض معرفتنا لها سلفا ودائما أذكر باللي هذا الكتاب هو خلاصة 100 كتاب زهاء 100 كتاب يعصرد ذا عصار للجو يغدي فكا 100 كتابين فذاك ذكي وثم تكتاب إذن هكذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب نكون الخلاصة اللي نفهموها
معنى إذا صدر أمر نبوي موافقا لأمر قرآني إلهي فهو يفيد الوجوب كونفيرماسيون تأكيد. وإذا كان الأمر النبوي هو المبتدأ فهو يفيد الندب ولا يفيد الوجوب. وبعدين إلى رأي ندوة قيل مشتركة بين الخمسة الأول. الخمسة الأول وش يقصد؟ يقصد الوجوب، يقصد الندب، يقصد الإباحة، يقصد التهديد، يقصد الإرشاد. يقي خمسة يقصد خمسة ياي الوجوب، الندب، الإباحة، التهديد، الإرشاد. وثني دينا ننسى أدي قار الخمسة الأول معناها خمسة نيتي مزورة صافي لقد صوضر الفير باش تد انتظر ظنتي. وقيل بين الأحكام الخمسة ذاكي خمسة ذاكي خمسة ذاكي المقصود الأحكام مدينا الأحكام معنى المخ مباشرة ينصرف إلى الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية لدينا خمسة قلنا إلى الوجوب، إلى الندب الاستحباب، إلى الإباحة، إلى الكراهة، إلى التحريم. سيقذقي إذ الأحكام التكليفية الخمسة إما يون الأمر واجب وين تيخذ من يسعان لاجر مور تيخذ مري سعد نوف، إما مندوب ندب مستحب ما يخذ من يسعان لاجر مور تيخذ مرا أوري سعر دنوف في كوال ذنو كوني كتسبي بن ذنو في الغاشي أسين سا ذنو موري سا ذنو ذنو كوني ضراي النغ ضراي النغ نرث الشرع نخدم ماشي ضراي النغ ضراي كوالي يخدم الرئيس عادي ولكن الشرع ماشي الشرع ذنب ما يخدمي في ساعة على جر موث يخدم مرا وريسا على ذنو ياي ما يفيد الإباحة مباح بالتسوية لا ولا إما يفيد الكراهة مكروه حكم الكراهة، إما يفيد التحريم الحرام أدي نظر الربا حرام ماشي وقيلة لا 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 حرام يوم بوال من المري والد الحلال يوني لن مضطر مسكين يحصل الله غالب ذاين وريفارع الحلال ويسعى أمر لا يقبل التأجيل أمين فوذن غمين اللوزن غمين يقيم بلا خام يقيم بلا خام إلا قد يخدم كذا البنكة الله غالب ولا شا وريز زميرة ذي خام لسو ذريميس ولا صلابين ولا ولا شا ذاين يقيم شان يخدم ذاكي يجوز أثنى ولي غدي يخلقني غدي لنا سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه اليوم دي ضرورة ربا دي قروا يسعر الذنوب دي سورة المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. من بعد دسنت القواعد الفقهية الضرورات تبيح المحظورات الضرورة تقدر بقدرها الحاجة تنزل منزلة الضرورة بعدين دسنت القواعد الضابطة للأمور. إذن ذاكي فان هثا إذن وقيل بين الأحكام الخمسة معنى تسيقى ذاكي ذن إما إلا حاجة مكروها مكروها ما حاجة محرمة محرمة ربين السرقة حرام السرقة حرام وليش أكو ذيس كرمكم الله الخمر حرام حرام ماشي شوية الخمر لا شوية ناطس كيف كيف الربا شوية ناطس كيف كيف حرام حرام إلى آخره. ودس انتم بعد قواعد الضرورات فينا خطر ربي سبحانه غادي قار انت كوني خلق نسنخكن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف لطيف حنين في اللانة وخبير يزرب اللي شو من زمرة شو من زمرة لا. لذلك لا نلزم الناس بمستوى واحد أصف ديون ديون غيون دينا يسعى العزيمة ثم قرانت هذا النفو ينشون أخويا وسقري الغاشي لقد سلم منك لا 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 يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل يوم ثزمرثيس
سلعه عزيمه طفي سلعه عزيمه تبغض الرخصه لا تمانع ولا تنكر على من استفاد من رخصه. بالعكس حديث النبي صلى الله عليه وسلم يناد ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يعني يروح هذا مسافر يظل اربع ركعات يظل سنات عادي تلها رخصه. هذه الظل سنات ركعات طهور وذير وذي الظل العصر يدس في الوحده ركعتين طهور ركعتين العصر ماشي غايه. الوقت المغرب يظل ثلاث ركعات يدير سنات العشاء فلاش شغل رخصه. يروح مسافر في رمضان عادي لانه يجوز رخصه. مسافر بالشروط طبعا الى اخره وهكذا. هذه كلها رخص شرعيه ولكن من اراد ان ياخذ بالعزيمه في عين ربي. في عين ربي ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يوم ديك السن ابو بكر الصديق يتظلى شفع الوتر بعد العشاء. وعمر بن الخطاب هذا الجرمي قبل الفجر. اثينا عزيمه يعني ذا الكوراج. اللي كنا تصدق ذكر في السبعه غير اربعه في السبعه انا في السبعه ونص في ثمانيه يروح شفع الوتر. اخذ بالعزيمه. هذا عادي. هذه مستويات. موضوع ايضا العزيمه والرخصه باب كبير سياتي بيانه في الوقت المناسب. اذا بعد في الاخر نشوف المختار وفاقا للشيخ ابي حامد اقصد به الاسفراييني ماشي ابي حامد الغزالي. وبعدين اشدنا فاذا ورد فان ورد هكذا قال فان ورد الامر بعد حظر دقي فيك ولا دياس. الحظر الحظر معنى المنع. ان بعد دياس الامر مثلا النبي عليه الصلاه والسلام ان كنت نهيتكم عن زياره القبور انك حذرت تزرم زكوان اتسنطل غيوان ديان هكا يدينا حظر منع انك انتردي ذاين ولاش زيارة القبور. بعد يسد الأمر يناد ألا فزوروها. ذي الرواية أيضا يناد فإنها تذكركم الآخرة. ينهياغ أن بعد يمراغ صافي يسد الأمر بعد الحظر. فيك ولد ياس العكس الحظر بعد الامر. مثلا لا صلاه والسلام اناد مثل شم الجوامع تظلم ركعتين ثقي تحيه المسجد صح وينك شم الجامع هذه الظل ركعتين. ابن عرفه المالكي ناد لكل مسجد تحيه وتحيه المسجد الحرام الطواف تغيب نزمر ماذي المسجد الحرام تخم الطواف إما ذي الجوامع وياض ظل ركعتين اسميس تحية المسجد ذي الفقه اسميس نافلة بسبب. شو المعنى اس نافلة بسبب؟ نعني السبان إما فيش مضغ الجامع ظل ركعتين ماشي مي عددي ونري في الجامع ذي ظل ركعتين لا لا وريك شمال الجامع السبة ولا شيت إلا قد يكشم الجامع وثقي ذا تسع شروط إلى قد يكشم بنية المكوث يسعى النية قد يكشم الجامعة ذي قيم المكث ذي قيم إما إلى نية العبور يبغى غادي يكشم سي هذه فاسيه ماشي واجب زاد ركعتين يا خدام ذي الجامع خدام اللي يخدم في الجامع صافي كل ما يدخل الجامع يصلي ركعتين أو كيفاه هذا حرج. ربي ندوى ما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الآية 78 خطرنا خدام أي زيز دي غيخدم البانتورنا صافي ماشي ويتزلى ركعتين نمسفهم ولكن أرجو صافي النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ الأمر مثلش من الجامعة تزلى ركعتين ولكن بعدين ياخذ النهي في قرنة الوقت خاطي سي العصر المال المغرب ما كانش ركعتين نافلة ممنوعة. إيثر مشان نخدم كويثر.
هذا عندك غيعرق ادني في الشم ذي سيني ذنا يون دين غادي يظل ركع بعد العصر يون ذي يظل ركعتين يون يظل ركع هذا المخلف ذي زيك ولاش الخلاف زيك ثمورة الجزائرك ولاش وقت ظل ركعت حمل غادي نرى ولاكي باش تكون على الصورة يعني زمان لا أحد كلنا يوم بوان مالكية تدخل بعد العصر ما كانش ركعتين يأتي النهي بعد الأمر من الأولى بالاعتبار هذه سنجيب عنها في الوقت المناسب ولكن الساقي مسألتنا هي أخرى مخالفة تماما فإن ورد الأمر بعد حظر ذاك العكس يند ممنوع من بعد يند ثورة يفكد أمر أم ثقين يزشوان سوا سوا ثورة مش هارا نخدم ثورة ما نفهم في مسألة حيني حيدي معناها ما تشي الوجوب تفيد الإباحة إما إلا نتفكن دي الأمر ممنوع زيارة القبور إيه دغا سوتو تلاوين غالي ثنتي مساهي تدغا ثم تتزر باب فاسنا غيما سنا غرقازي سنا ممنوع لا يجوز والله ما عندنا يومين لا ربع يعد واحد السيدة يموت ورقازيس شحال هي يموت تنيش فغي غضر وحصا زكايسة سينا كرحمة ربي دايا هو لا يجوز تنيش والله يرخذ من ذيثة وغيث ثمثني والجيراني ولا يجوز شو كيما هناك تروح داوي لاجر داوي الدنوف سيفغا ويلي استدادي سنك في زرغ قبر بابا ولكن قولي يجوز باش نجيب الذنوب ليا ولا البابا ما اذا غنسد سوقل سنقارن لو كان زرغ فافام استفكض الذنوب اي فافام سنك ما نعطيش ذنوب البابا اي غرايز مثلا لماذا هكذا لماذا؟ وعادي شرايك كي عين ربي شغلي نورمال لا تلزم به الناس والقرار الغشي اللي وجد الشرع سمي السني ماشي يجوز 100% 100% ماشي 99 او يلي من غير الراوي من غير التمام عادي انما الزيارات الدائمه لا ماشي تغلى لافيت صباح تمديث ناس يخدم يون بشكل دوري عاكيني كل جمعة لا لا سيدي لا تنغسل يوم العيد يوم العيد وين ساعة ذا مسافر يجوز أدي سي وسي الصحراء غادي يوغال ثم دي ثني ذي ساعة كان ينواس يجوز خاطر ساعة كان ينواس خاطر وقت العيد في العيد تروح راه فينا نسيرو كذا غادي نمشي لها رحم ربي لو كان يفكر ربي العيد نعقد والسلام ومرحبا سيك الشربي هذه الدنيا ماشيه بعد الشرع كل شيء قاذف والله كل شيء قرزيث كل شيء قرزيث يعني نعيش كي ثلويث نتنفس أن نرتاح أكو مما إلا نطفي تكا لا إله محمد رسول الله ذا قد النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون وتتفطر سي الشدة ناس يزمي تساوي لك إناد فإن ورد المصنف يقول فإن ورد الأمر بعد حظر قال الإمام إمام الدين الإمام شكون من هو المقصود الرازي لا الرازي يكدن الشيخ الإمام ذفاس من قال الإمام الرازي وثقي ذي العقل مريس الميزان ذي قاعدة وكثير مسلقي كوكين يغل الكتاب المقصود بالقرآن غلا ذلك الكتاب إذا كان في موضع النحو واللغة وكذا المقصود كتاب سيبويه يا أخي أنا هضرت في مسالتين باش نفر زيارة مسالة إنه قال الإمام المقصود هنا الرازي الإمام الرازي أو استئذان فللإباحة معناه إذا جاء إذا ورد أمر بعد حظر فالمراد هنا الإباحة فقط باللي مباح مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يدهن ألا فزوروها هو أمر يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب
خطرك الوجوب صافي لقى نزر الزكوان دائما مي الزمر يونس لي زراك اصلا عادي سكوا سمين طلوين يقنطل وفي زراك يزور ثم قبرث ماري ينطل وايض او سويفون هذايا ماشي اوبليجي. لذلك العلماء ند المقصود بذلك الإباحة فقط. لماذا؟ لأنه ورد أمر بعد منع بعد حظر. كذلك هذه السنة لا دغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام يسد إفكاد النهي إن ندى في القوس العيد ذي العيد العيد القرآن نهانا نهى الصحابة نهى المسلمين باش تخدمنا قديد الخليع ويقرص قديد ويقرص الخليع ويقرص الشذل وحوى يا خاكا هي غير من اجل الدافه خطر للفقراء ايميل الفقراء الان ورفينا راه غادي تشن نكوني انزلوا لعيوذات ونخدم الملح وحسوم باش تنشدي 12 النبي عليه الصلاه والسلام منع اي غرثني منع على جال فايده بوياض باش تشناك الا اللاص الا من اجل الدف الفقراء قلان جنس من الناس خدم ثارة اين تشم تشم ما تسلت ما قل ما كثر الباقيين في جاون الباقي هذه روح في سبيل هذه روح يتبرع يتصدق به ولكن من بعد النبي عليه الصلاه والسلام يقبل باش نخدم اقدي ذاك ولكن ذا ماشي واجب حيني كون الواجب صافي الى قا كلمه لا نجي نطبخ السوم باش نخدم الملح باش اثنا في 12 سنه الى على كل حال يعني اسمح لي مهد في ذراغ غاصدي الدرس معنا معليش حلو الى مليح وين في خدمه في عين ربي ولث نخدم على ثاني ربي صافي ماشي واجب مباح كان الا حضر بعد يسال الامر. وقال ابو الطيب يقصد هنا القاضي ابو الطيب طاهر الطبري وقي من كبار فقهاء الشافعيه والشيرازي والسمعاني والامام اي يقصد الرازي انايك وكذا كيف كان راي قال للوجوب ولكن ما لن تلقى راي النظم. ام بعد أما النهي بعد الوجوب أما النهي بعد الوجوب يعني إناد حاجة واجبة أبرنا هنا الجمهور جمهور الفقهاء قالوا للتحريم صافي حبس ولكن لو قدنا للكراهة وهو قول السادة المالكية ذيك قال لا ننكر على غيرنا خاصة أن المالكية عندهم أصل من الأصول اسم مراعاة الخلاف. المهم في كذا لو يدينا لإسقاط الوجوب لإسقاط الوجوب معناه ليرجع الأمر إلى ما كان عليه. أكتفي بهذا والله لي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.